الآن سأتكلم عدة كلمات عن هل كان يوسف مسلما؟ لماذا؟ أنا كتبت في الإنترنت امبارح بالضبط مقال ونشرته في الياهو وفي الجزيرة أمريكا وفي الجيروزاليم بوست، وأنا خاصة بحطه في الجيروزاليم بوست على أساس إنه تعليق يعني بكون، مشان ليس موجه إلى الصهايني، ما ممكن ما فيش أمل على إطلاق إني أستميله أبدا، وإنما إلى الآخرين، إلى إخواننا في فلسطين وإلى الآخرين من المعتدلين من اليهود. كتبت عن سيدنا يوسف عليه السلام إنه الفلسطينيين حركوا المكان المقدس عند اليهود في نابلس، فأنا ذكرت قلت في هذا المكان كنت أنا بمر أيام ما كنت أنا في المدرسة الثانوية في الصلاحية في منتصف الخمسينات تقريبا 55 56 إلى آخره، كنت بمر هناك وكانوا كان في بير هناك ما نعرف عنه إشي، ولكن يقال إنه هذا البير هذا اللي إخوته سيدنا يوسف وضعوه في البير وألقوه هناك، وبعدين قال جابوا عظامه من 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 مصر. وأنا طبعا ما كنت أعرف هاي الأمور كلها، كنت أستغرب إنه كيف السواح كانوا يجوا وهم اللي لفتوا أنظارنا إنه هذا البير اللي ألقي فيه من قبل في الجب من قبل إخوته. المهم يعني فأنا ببين هذا الشيء بالإنترنت، يعني كتبته طبعا باللغة الإنجليزية، وأنا جاوبتهم على الصهاينة بقول لهم أنتوا دائما الصهاينة، طبعا أنا موجه لكل الجماعة اللي بقرأوا هاي المقال بمئات الألوف تقريبا في أمريكا وغير أمريكا في العالم كله، قلت لهم أنتوا دائما اليهود مشهورين جدا الصهاينة إنه يجوا يجيبوا أشياء ويعملوها كأنها إلهم أبدا، يعني مشان يبينوا إنه هاي فلسطين كانت إلهم. قلت لهم هذا يوسف اللي بتكون عن يوسف، هذا سيدنا يوسف عليه السلام، هذا اللي الإنسان اللي كان يعتبر كأنه ملك الله، وما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وبينت لهم في المقال إنه كنت وأنا صغير كان عمري 9 أو 8 سنوات كان يجي واحد من برا يقرأ قرآن كريم وإيش يبدأ بقصة يوسف عليه السلام، وكل النساء كل النساء والناس كلهم بالحارة كانوا يتجمعوا، وأنا أشوف البكاء تاعهم كلهم بيبكوا على هاي من كثر ما بتأثروا من هاي. قلت لهم هذا نبينا، هاي احنا كمسلمين نبينا. وبعدين جاوبتهم أنا كمان قلت لهم أنتم بتقولوا دائما أنه كينج سولومون بنى التمبل ماوت اللي هو بنى الهيكل، كينج سولومون يعني الملك سلمان سليمان. أنا قلت لهم هذا سيدنا سليمان النبي سليمان، قلت لهم مش كينج سولومون، أنتم بتقولوا عنه في الإنجيل بتاعكم في التوراة القديمة هاي بتقولوا إنه كان عنده 700 زوجة وكان عنده 300 جاري، يعني شيء ما ممكن يتصدقوا العقل. قلت لهم هذا كينج سولومون في عنا في الإسلام أعظم إنسان الله أعطاه قوة إنه يكون يسيطر على الجن والشياطين يغوصوا إله وهذا إلى آخره، كان يسمع كان يعرف كلام الطير والنمل وإلى آخره، بينت لهم إياه. قلت لهم هذا نبينا، هذا أنتوا بتسبوه وبتهاجموه أنتوا في كتابكم المقدس. قلت لهم عن داود أنتوا بتقولوا عنه ديفيد كينج ديفيد، هذا بتقولوا عنه إنه هذا إيش اللي كان أموال ومش عارف إيش، أنتوا بتقولوا عنه في الإنجيل في كذا كذا كذا، بتقولوا عنه إنه هذا بعث الكوماندر إن شيف يعني رئيس الجيش تاعه في معركة حتكون خاسرة حتى يقتل وبعدين إيش يأخذ مرته يتزوج مرته، يعني بمعنى آخر كان إنسان هذا مجرم قاتل يبعث القائد بتاعه مشان يقتل مشان يأخذ مرته. قلت لهم هذا كينج ديفيد في النسبة للإسلام هو النبي داود عليه السلام اللي كان عندما يسبح كانت الجبال وكانت الشجر والدنيا كلها تسبح معاه من كثر من جمال صوته زي ما يسمى بمزامير ديفيد. وبعدين بينت لهم بتقولوا انتوا عن سيدنا لوط بتقولوا انه بناته نمن معاه مشان يولدوا، قال مشان يولدوا ليش اسكرنه سكر، وطبعا هذا ما ممكن لان الواحد بس يسكر ما المهم يعني، وناموا معاه وجبن
أولاد وإن الأولاد خلقوا شعب مش عارف إيش، كله كلام سخيف، هذا كلام غير صحيح. قلت لهم ما هذا، أنتوا بتسبوا على الأنبياء، هذول أنبياء إلنا إحنا المسلمين. فهم طبعا علقوا، واحد بعث لي رسالة في الإنترنت بيقول لي هل كان جوزيف، يعني تصدق أنه جوزيف كان مسلم؟ بيقول لي وهو عاش قبل 2000 سنة من مجيء المسيح، يعني مما معناه كيف بده يكون مسلم؟ الإسلام هذا. فأنا اليوم حكتب رسالة إن شاء الله في الإنترنت عندما أرجع يعني في الليل، ببين بقول له الإسلام معناها هو الإسلام بتعريفه هو الإنسان الذي يسلم وجهه لله. كل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معنى مسلم بتعريفه هو الإنسان اللي يعني يسلم وجهه إلى الله وإلى آخره. وكل إنسان يسلم وجهه إلى الله وإلى حياته ومات كله مسلم. كنت بدي أقول لهم إنه آدم كان مسلم، نوح مسلم، سيدنا عيسى عليه السلام وموسى كلهم مسلمين هذول. ليش؟ لأنه حياتهم كلها وابوها إلى الله سبحانه وتعالى. حتى قلت لهم الحيوانات مسلمين، الديك هذا اللي بيصيح في نهار وبصير يزعق منه هذا بيسبح الله، النحل، النمل، الحيوانات كلها لأنها تسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا موجود بالإسلام. أنا ببين لهم هذا الأمور كلها إن شاء الله، إنه ما هو الإسلام، ما هو الإسلام القصد تاعه، إنه زي ما بتصوروا الصحافي والإعلام هون إنسان هاللحي اللي عنده الطويلة هانا ومش عارف إيش، إنسان إرهابي بقتل فلان وبيعمل كذا، بيأذي المرأة، ممنوع تكشف عن وجهها، تغطي وجهها ولا يكون عندها نقاب. هذا ما هو التعريف في المسلم. هذولا أنا بسموها تراديشن، يعني عادات وتقاليد وشيء من النوع وإلى آخره. ولكن الإسلام هو طبيعته هو السبمشن. طبعا أنا هتكلم هذا الكلام باللغة الإنجليزية، وأرجو من الأشخاص اللي بيسمعوا هذا إنه يطلعوا على الفيسبوك بتاعي ويقرأوا هاي المعلومات كلها، وإن شاء الله أتكلم معاكم عندما أرجع بالليل إن شاء الله. والآن أنا وجدت إنه الجماعة اللي بتابعوني في الإنترنت في الفيسبوك بتاعي الآن وصلوا إلى تقريبا 192,000، وهو رقم واحد في العالم كله اللي هو الفيسبوك اللي أنا بكتبه يعني. وهذا من عون الله، لأنه أنا لست أتكلم كشخص يعني من نفسي، وإنما هو شيء تجارب شخصية. وأرجو من الإخوان اللي بيسمعوني الآن يقرأوا عن التجارب الشخصية اللي أنا فيما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بنشاطي الثقافي والعلمي وإلى آخره، وعبارة عن رسالة مطولة موجودة في الفيسبوك وأنا وجهتها إلى الإخوان طبعا باللغة الإنجليزية، وممكن تطلعوا عليها وترجموها إلى العربية. على كل حال هذا ما أقوله، وأنا الآن في طريقي إلى بلد اسمه ريتشلاند، وإن شاء الله مرة أخرى أتكلم معكم الليلة أو غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.